اخباره ايه؟ كل الاسئله دي عايزين نعرف من حقنا يا اخي، مش من حقنا كجمهور الزمالك، من حقنا كمصريين وكدوله. نادي عريق هام اتخطف ولا تستطيع ان تتحدث، محدش يقدر يتكلم. ايه وفي ايه وفي ايه؟ هنتكلم بقى ونفهم ايه اللي بيجري جوه النادي. الاول انا مش هاممني مرتضى منصور، معزول خلاص ماشي، وانتخابات يدخل يكسب يخسر، انا عايز اعرف ايه اللي جوه النادي ده العظيم ده التاريخ ده. ليه احنا بقينا في الحضيض وكل ما نتكلم يقول لك الفلوس محجوز عليها؟ اني فلوس؟ طب وهي الفلوس دي بس اللي عندنا ولا عندها فلوس تانيه؟ محدش يعرف حاجه. اتحدى حد يعرف رقم، اتحدى حد يعرف معلومه، محدش يعرف حاجه خالص. وعندما يرحل انا ماشي بقى وابو شوفه بقى هتاكله منين؟ ليه؟ احنا بناكل من بيت ابوك. زاني شكري، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، ازيك؟ مساء النور، باختصار لو سمحت اتفضل. طيب انا في بس بعض النقاط، سلامي الاستاذ سليمان وردان، بعض النقاط ذكرها انا عايز اعلق عليها. اتفضل. اول حاجه يا فندم، لما دخل النادي في 2014 المجلس بقياده الاستاذ مرتضى كان مديونيه النادي 305 مليون جنيه. النهارده مديونيه النادي تزيد عن مليار ونص، مع احترامي لكل الارقام اللي بتتقال. مليار ونص. ايوه يا ده واحد. اتنين، انت عندك نادي مديون، التعاقدات اللي اتعملت في اللعيبه في السيزون ده بس مليار 48 مليون. مليار 48 مليون، اللعيبه اللي حضرتك شايفها النهارده في الملعب دي متعاقد فيها عقودهم الاجمالي بتاعتها. انا مستعد اتحاسب على الكلام ده. هاتوا العقود والعقود منشوره على الناس. ده كرة القدم ولا كرة القدم؟ كرة القدم يا فندم. مليار 48 مليون. لا حضرتك انا ممكن راجع هاني بيه بس الارقام دي. أرقام انا راجع يا فندم، معلش انا براجع. انا اللي بمضي العقود على فكره. انا اكتر واحد عندنا. عادي يا زيزو، اتفضل. انا ممكن اجيب لك على تعب. تمام، بص راجعوا بس العقود، انت عامل عقود 3 سنين و5 سنين للعيبه، بص عليهم الاجمالي بتاعتهم، اجمالي العقود دي والتزام على النادي بقى مليار 48 مليون. حضرتك راجعها، وانا ممكن ابعت لك الورقه يا عمرو بيه بكره، وباذكر الرقم مظبوط الثاني بكره من الحلقه. مجلس الاداره ده اخباره ايه؟ كل الاسئله دي عايزين نعرف من حقنا يا اخي، مش من حقنا كجمهور الزمالك، من حقنا كمصريين وكدوله. نادي عريق هام اتخطف ولا تستطيع ان تتحدث، محدش يقدر يتكلم. ايه وفي ايه وفي ايه؟ هنتكلم بقى ونفهم ايه اللي بيجري جوه النادي. الاول انا مش هاممني مرتضى منصور، محدش في مصر همه مرتضى منصور قد مصلحه نادي الزمالك. مصلحه نادي الزمالك هي العليا بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. وعمرو اديب جن جنونه، وعمرو اديب انفجر فيه مستشار مرتضى منصور. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده ملوش علاقه بالاداره ولا ليه علاقه بالوعي. جماهير نادي الزمالك مديون بمليار زي ما قلنا، يعني حاجه كده بره الكوره وبره الوعي. وفي الاخر يطلع مستشار مرتضى منصور يقول لك اوراق وما تعرفش فين الصح ومين الغلط. والنهارده ان شاء الله بامر الله في رد المستشار مرتضى منصور على عمرو اديب، هنشوف الامور وهتودينا لفين. بس عمرو اديب جن جنونه امام المستشار مرتضى منصور، فعلا عنده حق، مفيش صوت بيعلو في نادي الزمالك ولا حد يقدر يتكلم الا بامر مرتضى منصور، والله المستعان على جمهور نادي الزمالك.